السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محاضرتنا الرابعة من استكمال الشرح بتاع الرنين النووي المغناطيسي، تمام؟ وما زلنا مكملين مع شرح الرنين النووي المغناطيسي بتاع البروتون NMR، تمام؟ المحاضرة دي بنكمل كلام على بعض الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت. اتكلمنا من المحاضرة التانية ابتدينا نتكلم على الكيميكال شيفت، وبعد كده اتكلمنا كمان على المالتيبلستي، واتكلمنا كمان على الانتجريشن، وقلنا الانتجريشن بتديني العدد، والمالتيبلستي بتديني معلومات على النيبورينج، وكمان الكيميكال شيفت بيديني ديتيلز او معلومات عن اللي هو انواع الهيدروجين اتوم اللي عندي في المركب، تمام كده. محاضرتنا النهارده باذن الله هتكون بنتكلم على حاجه اسمها الماجنتيك انايزوتروبي، تمام، وكمان ايه هو الجي كابلنج وعلاقته بالمالتيبلستي، كمان نوع السولفنت اللي بستخدمه في ال NMR بسميه اللي هو الديوتيريتد سولفنت، تمام. وهنحل اسئله كتير باذن الله المره دي، كمان اسئله كتيره جدا، اسئله للفهم، واسئله كمان بتتكرر كتير جدا في الامتحانات. ومن ضمن الحاجات يعني اللي هي بتبقى غريبه شويه في ال NMR بيبقى لها تفسيرات كده تبقى فاهمها، عشان لو قابلت، لو انت عملت شيت NMR او شفت شيت NMR وجيت تحله بايدك، لو قابلت حاجه زي دي تبقى انت فاميليار شويه بالحاجات دي وتبقى فاهمها. فيلا بينا نبدا كده ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. اول حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم على حاجه اسمها الماجنتيك انايزوتروبي اوف الكيميكال بوند. يعني ايه ماجنتيك انايزوتروبي اوف كيميكال بوند؟ بيقول لي فيزيكالي لما بقول الحاجه دي انايزوتروبيك يعني مش ايزوتروبيك، ما ده معناه ان هي مش ايزوتروبيك. ايزوتروبيك يعني متماثل، انايزوتروبيك يعني الحاجه دي غير متماثله. يبقى تعرفها، وبيقول لي ان الحاجه يكون عندها فيزيكال بروبرتي، تمام، مالها عندها ديفرنت فاليو وان ميجرد ان ديفرنت دايركشن، تمام. يبقى كده انا بقول لك الحاجه دي تبقى انايزوتروبيك امتى؟ لما انا بقيس نفس الفيزيكال فاليو، يبقى انا بقيس نفس الفيزيكال بروبرتي، تمام، ولكن كل ما بقيسها باتجاه مختلف بتديني قياسات مختلفه. دي فكره الحاجه دي تبقى انايزوتروبيك. يبقى انا الحاجه تبقى انايزوتروبيك امتى؟ لو ما بقتش سيمتريك، تمام. طيب انا عايز اقيس ايه الانايزوتروبي هنا المره دي؟ عايز اقيس الانايزوتروبي في الكيميكال بوند، عايز اقيس عدم التماثل المغناطيسي للروابط الكيميائيه. لا بقى انت كده هتتوهنا معاك، تعالوا نشوفوا ايه معنى الكلام ده. بيقول لي تعالى كده افكرك بحاجه في الكيميكال شيفت. بص، لما خدنا الكيميكال شيفت واديتك جدول كده في قيم لبعض المركبات والحاجات دي، قلت لك احفظها عشان تعرف تجيب بيها وتحدد بيها انواع الهيدروجين اللي ظهر عندك. فقلت لك ان الايكان مثلا الاتش بتاع الايكان كان بيظهر من 9/10 ل 1/7 بي بي ام، واللي هو الاتش بتاعت الاستيلينك هيدروجين بتظهر من 2/3، والفينايل هيدروجين كان بتظهر من 4/7، والاروماتيك كان بتظهر من 6.5 ل 8.5، وقلنا الالدهيدك هيدروجين كان بتظهر من 9 ل 10. طيب وقلت لك كمان ان الكيميكال شيفت له علاقه مع الالكترونيجاتيفيتي، يبقى الدلتا كانت بتتناسب طرديا مع الالكترونيجاتيفيتي بتاعت مين؟ ان انا لو عندي الهيدروجين وعندي ماسك في اتوم اكس، بيقول لي الهيدروجين دي الكيميكال شيفت بتاعها هيزيد كل ما السالبيه الكهربيه او الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاتوم اكس زادت، لان بتسحب منها الالكترونات اكتر، فبتخليها شيفتد عن الستاندر بتاعنا اللي كان التي ام اس، بتخليها مور دي شيلدد. حلو قوي. طيب لو جينا نرتب بقى الكلام ده ونحط الكلام ده كله مع بعضه، ايه اللي هطلع بيه؟ هطلع بنتيجه غريبه جدا، الا وهي ان انا لو كان الترتيب حسب الالكترونيجاتيفيتي صح، والموضوع ماشي مباشره، العلاقه طرديه مباشره، فالمفروض انه ترتيب السالبيه بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاوربيتال الاس بي بيكون اعلى في السالبيه الكهربيه من الاس بي 2، واقل حاجه في السالبيه الكهربيه هي الهيدروجين او الكربونه اللي هي اس بي 3. فبالتالي المفروض ان اقل شيفت هي الهيدروجين اللي ماسكه في كربونه اس بي 3، حلو، الفاتيك هيدروجين دي اس بي 3. بس بيقول لي تيجي هنا بقى، كان المفترض ان هو الهيدروجين اللي ماسكه في كربونه الاس بي يكون عندها اعلى كيميكال شيفت، ولكن اللي وجد عمليا بقى، سيبك من التوقع اللي هو انا متوقعه الاول، اللي وجد عمليا ان الاستيلينك هيدروجين بتكون عند كيميكال شيفت اقل من دي اس بي 2 ودي اس بي. ازاي دي مور شيلدد عن الفينايل او الاروماتيك او حتى الالدهيدك هيدروجين، تمام. يبقى في حاجه غريبه. يبقى السؤال هو بيقول لي لو كانت الالكترونيجاتيفيتي بتزود الكيميكال شيفت، طب تمام، وده اللي هو العلاقه اللي احنا عارفينها،
ازاي ان الهيدروجين اللي هي بتاعت الاستيلين كان المفروض الكيما كان شيفت بتاعها يبقى اعلى عشان سالبيه الاس بي كربون اللي هي الكربونه دي اهي من التهجين بتاعها ده المفروض ان سالبيتها الكهربيه تبقى عاليه وده اللي معروف. طيب ليه هي الكيميكال شيفت بتاع الهيدروجين ده مش اعلى حاجه في اللي عارفينه من المركبات الاروماتيك؟ بيقول لي اهو يبقى واي الاستيلينك هيدروجين عندها لور كيميكال شيفت فاليو كومبير تو اروماتيك اند فينايل هيدروجين. تمام. طيب عشان نفهم الموضوع ده قال لي تعالى بقى نرجع لاصل الموضوع فرق ومشكله الانيزوتروبي. يبقى قلنا انه في عدم تماثل مغناطيسي في الروابط الكيميائيه. تعالى نفهم بقى فكره الانيزوتروبي. يبقى فكره العدم التماثل المغناطيسي او الانيزوتروبي بتنشا من مين؟ بيقول لي الانيزوتروبي بيكون منشاها واساسها هو مين؟ كوزد باي الباي الكترون سيركيليشن. بيقول لي ان انت لو عندك باي سيستم الرابطه الثنائيه دي فيها رابطه سيجما ورابطه باي، تمام؟ انما التربل بوند بتكون واحده سيجما اهو واحده باي واحده باي، ده اللي اتعلمناه طول عمرنا. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي عمليه السيركيليشن او دوران الباي الكترون، تمام، ما بين الكربون دي والكربون دي بتولد الانيزوتروبي. ازاي هيحصل الكلام ده؟ ازاي ان دوران الباي الكترون ما بين تو اتوم او عمليه السيركيليشن بتاعه الباي الكترون في اي باي سيستم، تمام، بتولد انيزوتروبي؟ تعال نشوف الموضوع ده ونفهم الموضوع، هتلاقيه بسيط جدا باذن الله. بص تعال نشوف اول حاجه، اشهر حاجه فيها باي الكترون حلقه البنزين. حلقه البنزين فيها كام؟ فيها 6 باي الكترون، فيها 3 روابط باي، كل سيجما ما عدا دي اهو، دول كده روابط باي. طيب بيقول لي ان الباي الكترون في حلقه البنزين مش لوكالايزد، مش ثابتين، ولكن هم بيقولوا عليهم دي لوكالايزد. دي لوكالايزد يعني ايه؟ يعني بيتحركوا، يعني في عمليه تحرك. طيب معنى انه بيتحرك انه ايه اللي بيحصل؟ معنى اللي بيتحرك ان في دوران، تمام، يبقى في عمليه حركه، في دوران للباي الكترون في الكترونات الباي في حلقه البنزين. طيب الدوران ده هيتم ازاي؟ بيقول لي اهو ماشي مع عقارب الساعه كده. طيب حلو قوي. الدوران ده دوران اي جسيم مشحون، اي جسيم لشحنه، مش الالكترونات دي عليها شحنه سالبه؟ ايوه، دوران اي جسيم لشحنه هيولد كرنت، هيولد تيار كهربي. كويس. وقلت لك في اول محاضره في شرح ال NMR ان حركه اي شحنات او حركه اي تيار كهربي هيتولد معاها اجباري مجال مغناطيسي، هيتولد معاها مجال مغناطيسي، تمام، ماجنتيك فيلد هيطلع معايا. طيب كده نشوف بقى القصه. يبقى اذا في مجال مغناطيسي هينشا عن مين؟ عن دوران الالكترونات هنا. كويس جدا. طيب ايه اللي هيحصل؟ دوران الالكترونات هيولد مجال مغناطيسي هنا وهنا. حلو، يبقى دوران الالكترونات جوه الحلقه هيولد مجال مغناطيسي بره الحلقه هنا على جناب الحلقه من بره. كويس قوي. بيقول لي بص بقى هتلاقي ايه؟ بيقول لي لو الالكترونات بتلف اهي، فايه اللي هيحصل؟ هيتولد مجال مغناطيسي برضه دائري، كانه مجال مغناطيسي حوالين ملف دائري، تمام؟ ارجع للفيزياء هتفهم الحته دي. المهم ان هيتولد المجال المغناطيسي. ركز بقى خطوط الفيض المغناطيسي اللي ناتجه من دوران الالكترونات دي ماشيه ازاي. بيقول لي بص المجال المغناطيسي الناشئ عن حركه الباي الكترون هيكون ماشي مع المجال الخارجي، ده المجال الخارجي. طيب ده المجال الخارجي. المجال الخارجي طالع لفوق لو قلنا كده اهو، وده بص هنا ده اتجاه المجال الناشئ من دوران الباي الكترون. تلاقي برضو المجال اللي ناشئ من الباي الكترون بيشتغل هو كمان وبيزود من فاعليه وتاثير المجال الخارجي، وده يخليها ايه؟ يخلي ان الهيدروجين اللي بره ما تحتاجش فيلد قوي. وقلنا في اول مره معنى ان هو احنا بنتكلم على الهيدروجين اللي هنا، تمام، عشان ما تتوهش مني، على البنزين ادي الهيدروجين بتوعها. طيب ده يخلي الهيدروجين دول مكشوفين اكتر تحت تاثير مين؟ تحت تاثير المجال الناشئ من دوران الباي الكترون، تمام. يبقى تحت تاثير دوران الباي الكترون هيتولد مجال مغناطيسي ناشئ من الحلقه. المجال المغناطيسي الناشئ من الحلقه ده هيعمل
في نفس الاتجاه بتاع عمل المجال المغناطيسي الخارجي على مين؟ على الهيدروجين اللي بره، ويعمل لها ايه؟ يخليها مور دي شيلدد. وده اللي يفسر لي ليه الاروماتيك بروتون بتظهر ما بين 6.5 لحد 8.5 بي بي ام. طيب حاجة تانية، كمل مع الدايرة، يبقى لحد هنا كده ماشي مع مين؟ مع المجال الخارجي. قال لي كمل، هيبدأ يعكس اتجاهه هنا، وبرده ده كان لفوق وهيبدأ يعكس اتجاهه كده، تمام؟ ركز بقى في الحتة دي شوية عشان ما تتوهش مني. يبقى احنا عارفين الهيدروجين اللي بره الحلقة اتجاه المجال بيعمل مع خطوط الفيض بتوع المجال الخارجي، وبناء عليه خلاها مور دي شيلد. بس جوه الحلقة بتلاقي ان اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي عكس المجال الخارجي، اتجاههم لتحت بيكونوا معاكس للمجال الخارجي، ولكن لان مفيش هيدروجين جوه، مفيش اي اتجاهات هيدروجين جوه، فبالتالي تأثير ولا هيبقى موجود. يبقى التأثير الوحيد هو ان مين؟ ثانية كده، ان الهيدروجين اللي بره دي هنا بتقع في منطقة دي شيلدد، منطقة بيتعاون فيها المجال الناشئ من الحلقة مع المجال الخارجي ويخليها مور دي شيلد. تعال نشوف الموضوع ده برسم كروكي بقى. بيقول لي بص، لو ده المجال الخارجي، لو ده المجال الخارجي اهو، ده المجال الخارجي، ودي عملية ايه؟ ده دوران الباي الكترون هنا وهنا. طيب ايه اللي هيحصل؟ بيطلع مجال مغناطيسي اهو، بيلف المجال المغناطيسي اهو اللي ناشئ عن دوران الالكترون. بره اتجاهه ازاي؟ بيكون اتجاهه بره الحلقه مع اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي اللي جايه من بره. يبقى كده المجال الناشئ من الحلقه زي ما قلنا هيشتغل مع مين؟ هيشتغل مع المجال الخارجي ضد الهيدروجين، ضد الهيدروجين بتاعه الاروماتيك رينج. يبقى شايف هنا الهيدروجين دي متعرضه للمجال الناشئ من الحلقه والمجال اللي ناشئ من الاكسترنال ماجنتيك فيلد اللي جاي من بره من الجهاز، وده هيخلي الهيدروجين دي مور دي شيلدد. معني ايه مور دي شيلدد؟ يعني المنطقه دي مكشوفه قوي للمجال المغناطيسي الخارجي، وده هيخلي تاثير المجال المغناطيسي الخارجي ازاي؟ ركز بقى معايا. فحسبنا المجال الفعال المؤثر على الهيدروجين هنا هيكون مين؟ البي افكتيف. هتلاقيه المره دي عباره عن المجال اللي هو اللي انت مطبقه زائد المجال الناشئ من الباي سيستم اللي هو بتاع الباي الكترون، تمام؟ فبتلاقي ان جزء من المجال الفعال جاي من دوران الباي الكترون، وبالتالي كده حصل تعاون ما بين المجال الناشئ من حركة الالكترونات والمجال الناشئ من المجال المغناطيسي الخارجي، وده بيؤدي الى ان يخلي الهيدروجين بتاعه الاروماتيك رينج مور دي شيلدد، وده اللي بيخليها تمتص عند كيميكال شيفت قليل، عند كيميكال شيفت عالي، عشان هي ليها شيلدنج ضعيف، هي مور دي شيلدد، تمام؟ طيب بص بقى، لما جم يرسموا المنطقه دي شافوا ايه؟ لقوا ان شكل المجالات المغناطيسيه بترسم كون، بترسم اقماع. طيب الحته الاولانيه دي كلها كده دي شيلدد، دي شيلدد، منطقه اي هيدروجين هيكون في الحته دي كلها هيكون دي شيلدد، عشان المجال بيتعاون مع المجال الخارجي، وفي الحته دي برضو دي شيلدد. طيب بيقول لي بقى لقينا حته هنا فوق الحلقه، فوق الحلقه وعامله زي الكون، تمام كده. الحته اللي فوق الحلقه اللي فوق منها وتحت من الحلقه على طول، بلاقي ان الحته دي لو في اي هيدروجين في الحته دي هيكون شيلدد بشكل قوي جدا. هوريك بعد شويه كام مثال كده تفهم بيهم الحته دي واضحه جدا، تمام؟ عشان واحد هيقول لي طب ازاي هجيب هيدروجين فوق الحلقه، هقول لك انا الدنيا دي بتمشي ازاي. بص بيقول لي ايه، انا عندي حلقه بنزين ووصلت بيها سلسله من البوزيشن بارا للبوزيشن بارا الثاني. طيب ده كويس جدا. بيقول لي ايه اللي حصل بقى كده؟ السلسله لازم يكون فيه دول جايين فين؟ كده جايين في المنطقه الكون اللي قلنا عليه، المنطقه دي كلها شيلدد، المنطقه دي دي شيلدد اهي، دي شيلدد. امال المنطقه اللي فوق منه دي على طول دي هي المنطقه اللي حصل فيها الشيلدنج، تمام؟ اهو ركز، هم في المنطقه اللي فوق دي في الشيلدنج كون، تمام؟ في المنطقه اللي فوق. طيب تعالى كده نشوف بقى القصه. بيقول لي ايه،
بيقول لي اكسبلين واي السيركلد ميثيلين هيدروجين اللي هم دول ميثيلين جروب دي ودي ايه اللي بيحصل لهم؟ بيظهروا عند كيميكال شيفت 8 من 10. بتعرف ان الالكان اصلا ما بيقلش عن في حدود 9 من 10. ازاي ظهر عند كيميكال شيفت قليل جدا على الرغم من انها من سلسله ضمن سلسله متصله اصلا باروماتيك رينج المفروض تكون مور دي شيلد يعني عند كيميكال شيفت اعلى. طيب كمل معايا السؤال، بيقول لي في حين ان البنزيليك هيدروجين، البنزيليك اللي هم مين؟ اللي هم متصلين مباشره بحلقه البنزين. طيب تعال نشوف بقى المتصلين بحلقه البنزين مباشره بيظهروا عند كيميكال شيفت كام؟ 2.6. ايه التفسير؟ التفسير بسيط جدا، ارسم شكل الكون اللي بينتج عن دوران الالكترون وشوف الهيدروجين اللي عندك مين في المنطقه الشيلدد ومين اللي في المنطقه الدي شيلدد. اهو تعال بقى نرسم مره ثانيه واحنا فاهمين الدنيا بتمشي ازاي. الشيلدن كون بيبقى ماشي ازاي؟ بيبقى طالع من الحلقه لفوق كده ونازل منها لتحت. كويس قوي. كل اللي بره الكون ده دي شيلدد، فعشان كده بيظهر عند كيميكال شيفت كام؟ 2.6. طيب ودول بيمتصوا في منطقه قليله ليه؟ عشان هم جايين في منطقه دوران الالكترون عمل شيلدنج هنا، لان اتجاه الفيض هنا بيكون معاكس للمجال الخارجي، بيكون نازل جوه الحلقه، والمجال الخارجي بيكون طالع لفوق، فبيكون المحصله ان هم الاثنين بيضعفوا تاثير بعض. هنا الهيدروجين دي بتكون مور شيلد. تعالوا نشوفوا مثال ثاني. بيقول لي ايه؟ المركب ده حضروه. راحوا يعملوا له ان ام ار، المركب ده اروماتيك، مركب اروماتيك بس كبير شويه. فلقوا انه بيظهر له تو سيجنال، بيظهر له اثنين سيجنال في الان ام ار، عندي نوعين من الهيدروجين، ما قلت لك الكيميكال شيفت اثنين يبقى تو سيجنال. واحده منهم 8.9 تيبيكال اروماتيك ما فيش كلام، دي في منطقه الاروماتيك. وواحده ظهرت بكيميكال شيفت غريب، يعني احنا بنتكلم في حدود سالب 1.8 من 10 بي بي ام. ازاي اصلا ما عليك ان هي بالسالب ولا بالموجب؟ ازاي الكيميكال شيفت بقى قليل؟ وازاي نخليها بقت بالسالب؟ بيقول لي ركز معايا. انت هنا عندك نوعين من الهيدروجين، يبقى هنا في المركب بتاعنا ده عندي نوعين من الهيدروجين. الهيدروجين اللي بره دي وعندي الهيدروجين اللي جوه. حلو قوي. ركز بقى معايا. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي ان الهيدروجين اللي بره دي لو رسمنا عمليه دوران الباي الكترون ده هو يعتبر سيستم اروماتيك كبير جدا، بس برضه اروماتيك، ولذلك هيحصل دوران الباي الكترون، وعشان كده هيعمل شيلدنج كون وهيعمل منطقه دي شيلدد كبيره جدا. طيب بص بقى، الشيلدنج كون هيبقى من هنا وطالع لفوق، طالع من الشاشه ناحيتك، تمام؟ وانت بص على الشاشه دلوقتي ناحيتك الكون ده. طيب والمنطقه دي؟ لا، المنطقه دي هي دي شيلدد، وده اللي بيخلي الهيدروجين دول بيظهروا عند 8.9، تمام؟ ولكن دول بيظهروا عند سالب 1.8 من 10، لان هم واقعين في حته شيلدد بعدد كبير جدا من الباي الكترون، وده اللي بيفسر ليه فرق الامتصاص القوي، وده بياكد لي برضو فكره الانايزوتروبي الناتجه او عدم التماثل المغناطيسي الناتج عن الباي الكترون. طب كويس، الكلام ده مش في المركب ده، يمكن المركب ده استثناء. قال لي تعالى نشوف المركب الثاني. المركب ده من مشتقات البورفرين، تمام؟ المركب ده لو حطيت فيه في النص هنا اف اي بقى جزء من تركيبه الهيموجلوبين، تمام؟ المركبات البورفرين دي مهمه جدا وموجوده يعني في اكتر من حاجه، فلما جم بيدرسوها بالان ام ار برضه اللي هو بتدي اثنين سيجنال بنفس الطريقه، واحده عند سالب 2 والثانيه عند 8 بنفس الكلام، هم اشاره منهم للهيدروجين اللي بره والثانيه للهيدروجين اللي جوه. الهيدروجين اللي جوه عشان في المنطقه الشيلدد الكون برضه بيبقى من هنا وطالع على الشاشه بره ناحيتها، تمام؟ ده هو المسؤول عن مين؟ عن اللي هي بسالب 2، والتانيين اللي بره هم اللي مسؤولين عن الهيدروجين اللي الثمانيه. كل ده ناتج بسبب ايه؟ بسبب دوران الباي الكترون اللي هيولد مجال مغناطيسي يعمل بره بيعمل مع المجال المغناطيسي، وجوه الحلقه بيعمل عكس المجال المغناطيسي، فبيخلي الهيدروجين لو جوه الحلقه تكون مور شيلدد، تمام؟ طيب تعالوا كده نشوف بقى سؤال ثاني. برضه بكمل على فكره الانيزوتروبي بتاعه حلقه البنزين، بس المره دي برضه حلقات اكبر. بيقول لي ايه؟ ليه الاثنين ميثايل جروب دول اهم مالهم؟ بيظهروا عند امتصاص سالب 4.25. انا قلت لك من الاول معظم الكيميكال شيفت بتظهر من حدود من 1 ل 12،
من 1 ل 12 بالموجب، وقلت لك نادر جدا تشوف امتصاص بالماينس. معنى انك تشوف امتصاص بالماينس انه في ايه؟ في حاجه غريبه قوي وما بتعديش عليك كده. لما تشوف اي مركب ليه امتصاص بالنيجاتيف تقف وتقول ايه السبب اللي ولد التغير الرهيب ده في الكيميكال شيفت. طيب بص معايا بقى كده للمركب ده، المركب ده اروماتيك تمام، وفيه كل شروط الاروماتيك كونجيجيتد والكلام ده كله، وراجع على فكره الاروماتيستي، هو كل الروابط بتاعته كونجيجيتد والدنيا تمام. فبص الشيلدنج كون هيبقى ازاي؟ هيبقى دول في المنطقه الدي شيلدد، اللي هم دول كلهم في المنطقه الدي شيلدد، ولكن الميسايل دي والميسايل دي موجودين في قلب الحلقه، قلب الحلقات من جوه، ففي الشيلدنج كون الحلقه هنا بتدافع عنهم، الالكترون بتاعه الحلقه بتحميهم، ولذلك هيكون الامتصاص بتاعهم ضعيف جدا وبيظهر عند كيميكال شيفت منخفض جدا. ركز معايا كده، هنا ده التوب فيو، تعالى اوريك سايد فيو. لو جينا نبص للحلقه من الجنب من هنا كده اهو، دول الاربع حلقات جنب بعض، هتلاقي واحده من الميسايل فوق من الحلقه والثانيه تحت الحلقه. تعال بقى كده نرسم الشيلدنج كون ونفهم بيحصل ازاي. بيقول لي لو رسمنا الكون هيبقى كده عشان الحلقات كبيره، ودي كده ادي الشيلدنج كون، دول كده في قلب الشيلدنج كون، في نص الشيلدنج كون من جوه، وعشان كده الحلقه او الاثنين ميسايل دول بيظهروا عند امتصاص منخفض بشكل كبير جدا، ولذلك دول يكونوا مور شيلدد ولا مور دي شيلدد عن التي ام اس تمام، الستاندر بتاعنا تترا ميسايل سيلين، دول بيكونوا مور شيلدد وعشان كده بيمتصوا عند كيميكال شيفت اقل منه تمام. كل ما كان الشيلدنج قوي كل ما كان الكيميكال شيفت اقل كويس. طيب تعالوا بقى نكمل ونشوف الانايزوتروبي في مين، في الالكين، احنا اتكلمنا ده في الاروماتيك رينج، برضه نفس الكلام في الالكين، ادي الباي الكترون بس المره دي مش 3 باي سيستم جنب بعض، مش 3 باي الكترون او مش 3 باي بوند جنب بعض، لا المره دي بنتكلم على باي بوند واحده، فهي نفس القصه برضو عمليه دوران الالكترون هتبقى تدور ما بين الحلقتين ما بين الكربونتين دول دوران كده، فهيولد مجال مغناطيسي في الاتجاه ده تمام، هيولد مجال مغناطيسي بنفس القصه من بره يشتغل مع المجال المغناطيسي اهو، هنا بيشتغل في نفس اتجاه المجال المغناطيسي الخارجي، وده هيخلي الهيدروجين بتاعه مين اللي هم الفينايل هيدروجين، دول بيسموهم فينايل هيدروجين، اتجاههم ازاي؟ موجودين فين؟ في منطقه يعمل المجال المغناطيسي الناشئ عن الباي الكترون مع المجال الخارجي، ويشتغلوا هم الاثنين مع بعض ويخلوهم مور دي شيلدد، وده برضو يفسر الكيميكال شيفت بتاعت الفينايل هيدروجين او اللي هو الهيدروجين بتاعت الالكينز بتكون عند كيميكال شيفت عالي تمام. يبقى هو بيبقى ايه؟ في ماجنتيك فيلد ناشئ من الجهاز، وفي سكندري ماجنتيك فيلد ناشئ من دوران الباي الكترون، فبيكون الالكترون دي مور دي شيلدد، ولذلك بتظهر فين؟ داون فيلد. داون فيلد يعني ايه؟ يعني عند كيميكال شيفت عالي تمام. احنا اتكلمنا على حته الاب فيلد والداون فيلد في المحاضره الثانيه، ركز في الحته دي وارجع لها ثاني لو تايه في حته الاب فيلد والداون فيلد تمام. دي برضو الكلام بتاع الالكين. طيب تعال نشوف الالدهايد، لان لو الكلام ده ماشي في الالدهايد زي في الالكين ليه؟ في سؤال مهم، ايه الاتش بتاعت الالدهايد؟ بتظهر عند كيميكال شيفت من 9 ل 10 هايلي دي شيلد، بيقول لي بنفس القصه برضو هتعمل شيلدنج كون اهو تمام، فالمنطقه دي بيكون المجال المغناطيسي جاي كده، وكمان المجال الناشئ عن الحلقه جاي في نفس الاتجاه الناشئ عن الباي الكترون في نفس الاتجاه، فبيخلي الهيدروجين دي مور دي شيلد. حلو، طيب ليه ما بقاش الاتش بتاع الالدهايد شبه الالكين؟ بيقول لي حظ الاتش الالدهايد سيء للغايه، انه اجتمع عليه حاجتين، اجتمع عليه فكره الانايزوتروبي، اجتمعت عليه فكره الانايزوتروبي دي رقم واحد، الحاجه الثانيه اجتمع عليه فكره الالكترونيجاتيفيتي القويه بتاعه الاكسجين، او بتاعه مين؟ الاكسجين بتسحب كده فبتسحب من الكربون، والكربون غصبا عنها هتسحب من الهيدروجين، فده تاثير مجمع لحاجتين الانايزوتروبي والالكترونيجاتيفيتي، يبقى تاثير الالكترونيجاتيفيتي مع الانايزوتروبيك افكت اصلا هيخلي الكيميكال شيفت بتاعه عالي جدا. عشان كده لما اجيب لك مثلا سؤال واقول لك فسر لي اديني تفسير منطقي ليه الهيدروجين بتاعه الالدهايد مور دي شيلدد عن الهيدروجين بتاعه الالكين،
مع ان المفروض السبب بتاعهم هما الاثنين واحد، اللي هو مين؟ الانيزوتروبي بتاعت الباي الكترود اللي بتولد مجال مغناطيسي بيشتغل مع المجال الخارجي فبيخليها مور دي شيلدد. انا معاك. ليه هي بتظهر عند كيميكال شيفت اعلى؟ بتظهر عشان كمان الالدهيدك هيدروجين ماسكه في كربونايل جروب بيكون فيها الكترونيجاتيف اتوم قويه بتسحب الالكترون اكتر وتخليها مور دي شيلدد. طيب تعالوا بقى، ما وصلناش للنقطه، هو ليه الالكين مور شيلدد عن الالكين؟ بيقول لي تعالى نشوف بقى الانيزوتروبي بتاعه الالكين. بيقول لي الالكين فيه ميزه، مركب الالكين اصلا خطي، مركب لينير، يعني البوند ما تبقاش متفرعه زي الالكين كده، تمام؟ ما بيبقاش تفرعات، لا ده هو بيكون، لو انا بصيت كده بلاقي ادي التريبل بوند وبلاقي الاسيتيلينك هيدروجين على امتداد الرابطه باي بنفس الطريقه، لان بتكون البوند انجل كام؟ 180. فبيقول لي لما بتيجي تعمل الشيلدنج كون، طيب اهو الحته دي شغال مع المجال المغناطيسي الخارجي، والحته دي برضو شغال مع المجال المغناطيسي الخارجي، بس في الحته دي بيقول لي مفيش ولا هيدروجين في الحته دي، ولا هيدروجين في الحته دي، فانت شغال مع المجال المغناطيسي الخارجي او مش شغال مش فارقه معايا. يفرق معايا مين؟ ان خطوط الفيض وهي راجعه بتشتغل عكس المجال المغناطيسي، بس فين؟ على امتداد الروابط دي، فالهيدروجين دي والهيدروجين دي بتقع في منطقه شيلدد. ايوه، اول مره الاقي الانيزوتروبي بتعمل عكس المجال المغناطيسي الخارجي، تمام؟ يبقى عايزك كده تركز معايا، الاسيتيلين اللي بيحصل فيه اللي بيحصل الانيزوتروبي، بس المره دي الانيزوتروبي اشتغلت بخساره عكس المجال المغناطيسي الخارجي، ان هنا المره دي الهيدروجين ده جه في الشيلدنج كون. يعني انا بيقول لي هو ما بيعملش كون، هو بيعمل على شكل سلندر، بيكون منطقه الشيلدد على شكل اسطوانه، تمام؟ خطوط الفيض اهي بتبقى كانه ملف دائري، بتدخل خطوط الفيض من جوه، والهيدروجين لان هي على الامتداد ده فبيكون المنطقه دي شيلدد، فبتكون محميه بشكل قوي من المجال المغناطيسي الخارجي، وده اللي بيفسر ليه الاسيتيلينك هيدروجين بتمتص عند كيميكال شيفت اقل بكتير من الكيميكال شيفت بتاع الاروماتيك او بتاع الالكين، تمام؟ وكذلك برضو اقل بكتير من الالدهيدك هيدروجين. طيب تعالوا بقى نبص عليها برضو برسمه كروكي، اهو ادي الكون اللي احنا بنقول عليه، فبيبقى ده في الشيلدنج كون، المنطقه دي شيلدد جوه الكون ده، ودي المنطقه دي شيلدد، والله المنطقه دي شيلدد ما فيهاش هيدروجين، فمش هتاثر معايا خالص لو انت عامل دي شيلدنج في الهواء، الجهاز ما بيقيسش غير الهيدروجين، فخلاص هو بالنسبه له شايف ان الهيدروجين مور شيلدد والدنيا تمام، فيبقى الهيدروجين دي عند كيميكال شيفت اقل، وده اللي بيخلي الاسيتيلينك هيدروجين بتمتص زي ما قلنا عن لور كيميكال شيفت عن الالكين. طيب تعالوا بقى ناخد كام سؤال كده نفتكر بيهم ونصحصح بيهم مع بعض. بيقول لي ايه؟ تعال نبص للالكين، قلنا الالكين اللي ايه؟ انهي منطقه اللي هي فيها الشيلدنج الكون عامل كده، هنا كده ماشي، ده الشيلدنج، المنطقه دي دي شيلدد. طيب بيقول لي بقى بص في المركب السايكلو اوكتاين، السايكلو اوكتاين ده تمام، ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي والله السايكلو اوكتاين ده الاربعه هيدروجين دول بيظهروا عند كيميكال شيفت عالي عن اللي جنبهم هنا، ومش لاقيين لهم تفسير منطقي. بيقول لي لا، انا لو بصيت هركز هلاقي ان الاربعه هيدروجين دول جايين في منطقه هي دي شيلدد بالنسبه لمين؟ للتريبل بوند. الانيزوتروبي بتاعه التريبل بوند، الانيزوتروبي بتاعه التريبل بوند خلت الهيدروجين دول حتى هم بعيد عنها دي شيلدد. يبقى كده احنا فهمنا ليه قصه الاربعه هيدروجين دول. طيب بيقول لي تعالى كده نشوف المركب ده، بيقول لي الهيدروجين بتاعته الطبيعي اروماتيك هيدروجين بتاعته عاديه خالص، مركب اروماتيك بيظهر عند 8.7 من 10 بي بي ام، بس بيقول لي لما وصلت هنا اسيتيلين تمام، فايه اللي بيحصل؟ بيقول لي لقيت ان الهيدروجين ده هو هو بيظهر عند كيميكال شيفت 10.3. ايه اللي حصل؟ بيقول لي ده بقى حظه سيء للغايه. اول حاجه هو نشئ له طبعا، قلنا ان هو في المنطقه دي شيلد بتاعه مين؟ بتاعه الحلقه بتاعته اهو. طيب الحاجه الثانيه، حتى التريبل بوند اللي جنبه برضه هو جاي في المنطقه دي شيلد بتاعتها اهو، فده ناتج تاثير حاجتين بيأثروا عليه،
التريبل بوند مخليها في المنطقه الدي شيلدد بتاعتها، وكمان الحلقه بتاعته في المنطقه الدي شيلدد، وده اللي بيخلي الامتصاص بتاعه عالي جدا مميز بشكل قوي. تمام، ده كله ناشئ عن مين؟ عن الانيزوتروبي اوف كيميكال بوند، او عن عدم التماس المغناطيسي للروابط اللي فيها باي. طيب كده خلصنا فكره الانيزوتروبي وفسرنا ليه ايه الاختلافات بين الحاجات اللي فيها باي بوند. لما يبقى عندي اجي اشوف الكيميكال شيفت ماليش ليه ترتيب منطقي. تعالوا نشوف بقى حاجه تانية متعلقه بالمالتيبلستي. لما كلمتك عن المالتيبلستي تسمع دايما، لما بقول لك مالتيبلستي هتسمع كلمه تانية عشان ابقى صادق معاك واقول لك كل حاجه، تبقى انت فهمت وسمعت مني كل الكلمات. هتسمع حاجه اسمها جي كابلينج، او يقولوا عليها سبين كابلينج. تمام، طيب ايه الجي كابلينج وايه السبين كابلينج؟ بيقول لي مش انا قلت لك المره اللي فاتت ان انا بتكلم على المالتيبلستي وبعد عدد الخطوط الصغيره دي، بقول لك البيك دي مش عارف كام، وبجيب الكيميكال شيفت بختار البيك اللي في النص وبحد دول، بقول لك ان انا ممكن اعرف منهم عدد النيبرنج هيدروجين. كويس، بس ما كلمتكش على حاجه مهمه، نوع تاني من الداتا نقدر نطلعه من البيك دي. ايه هو؟ قال لي البعد بين الخطوط دي وبعضها. بيقول لي خلي بالك البعد ده ثابت، بمعنى انك انت لو خدت المسافه بين اي بيكتين من دول كبار او صغيرين المفروض يطلع رقم كونستانت. تمام، يطلع رقم ثابت. طيب الرقم ده بيمثل ايه؟ قال لي لو طرحت اي اتنين بيك من بعض وضربت، يعني هتطرح الكيميكال شيفت بتاع اول واحده مثلا مع اللي جنبها علاقتهم واحد واثنين لبعض، الكيميكال شيفت بتاع الاولى ناقص الكيميكال شيفت بتاع الثانيه، واضربه في قوه الجهاز اللي انت شغال عليه بالميجا هرتز، هيطلع لك رقم صغير اقل من 10 غالبا، يعني الرقم ده هيطلع عندك بالهرتز. ده بيسموه الجي كابلنج، هو ده الجي كابلنج او السبين سبين كابلنج. عايزين نفهم ايه قصه الجي كابلنج او السبين سبين كابلنج؟ تعالى كده نرجع مره ثانيه للمالتيبلست. احنا قلنا مين؟ السنجل خليها جي كابلنج، هي بيك واحده فجي كابلنج. طيب دي ليها جي كابلنج اهو، ودي فيها اثنين جي كابلنج، فانا لما بلاقي اكتر من واحده بعبر عنها برقم واحد وخلاص، لان هما الاثنين قد بعض. طيب دي اهو ليها ثلاث ارقام، فانا بختار منهم واحد وعادي خالص، دي برضو نفس الكلام. تمام، وهكذا. بس احيانا في بعض البيكات بتلاقي فيه اكتر من قيمه للجي كابلنج، يعني انت ممكن تلاقي جي كابلنج ده رقم وده رقم. لو بقى ليها باترن ثابت انت مضطر تكتب الاثنين جي كابلنج، بس هو بالنسبه لك هنا انت هتكتب جي كابلنج واحد للبيكات المشهوره. بص البيكه دي لو بصيت هتحس ان دي بيك وبيك وبيك، كانها تريبلت، عشان كده بيقولوا عليها تريبلت، ولكن التريبلت كل واحده منهم مقسومه لدبلت، فبيسموها تي دي، تريبلت اوف دبلتس، ثلاثه من الدبلتس، دي دبلت ودي دبلت ودي دبلت. تمام، ولكن هم الستة بيكس مع بعض لما ببص لهم بحس ان هم تربلت من جوه. فدي المسافه دي ليها جي كابلنج، والمسافه ما بين مركز دي ومركز دي ده بيديني جي كابلنج جديد. فده في ساعات بتلاقي بيكس من الانواع دي بيظهر لها اثنين جي كابلنج. طيب لو دي بتحس ان دول تربلت لوحدهم ودول تربلت لوحدهم، فبيسموهم ايه؟ دبلت، لان هم الاثنين دول دي بيك ودي بيك، بس دبلت من مين؟ اثنين من التريبلتس. تمام، بيسموها دبلت اوف تريبلت، عشان لو شفتها في اي تكست بوك او شفتها في اي حاجه بتتكلم على الاورجانيك كيمستري، لو شفت تريبلت اوف دبلت او دبلت اوف تريبلت او دبلت اوف دبلت، تبقى انا يعني ابقى شرحت لك الحته دي. حاجه ثانيه، في بيكه ثانيه بتظهر مشهوره قوي في الاروماتيك، في مناطق الاروماتيك غالبا كمان بتظهر حاجه اسمها ايه، وناس كتير بتوه فيها، ساعات يبقى فيها اربع خطوط، ومره يقول لك دبلت اوف دبلت، ومره يقول لك لا دي كورتت. الكورتت ليها الشكل الثابت، بيكات كبيره وبيكات صغيره، انما الدبلت اوف دبلت فدي بيبقى الاربع خطوط قد بعض، يبقى لو اربع خطوط ظهروا قد بعض دي مش كورتت. اهم حاجه من ضمن الحاجات اللي تاكد المالتيبلستي ان نسبه او الريشيو اللي بين البيك تكون زي ما احنا حافظينها من باسكال تريانجل، لكن لو لقيتهم الاربعه قد بعض لا هنا كده دي مش كورتت، انت كده بتكتب تسميه غلط للبيكات. البيكات اللي عندك دي بيسموها دبلت اوف دبلت، تمام، او تريبلت اوف دبلت، بتلاقي البيكس شكلها غريب شويه. تمام، طيب تعال نشوف الدبلت اوف دبلت دي بيبقى ايه قصتها. بيقول لي ركز، البيك دي لو جينا نفصلها هي كانت بيكتين، بيك وبيك، دي كده دبلت. طيب وبعد كده جاله اي مؤثر خارجي قسم دي لاثنين وقسم دي كمان لاثنين،
فأنا اللي بشوف المحصلة النهائية اللي هو كام؟ دبلت اوف دبلت. طيب أنا اللي شايفه مين؟ الأربع خطوط، أدي خط 2 3 4، ما قلتش عليهم كورتت ليه؟ عشان دول مش بنسبة الكورتت لبعض، الكورتت بتبقى عاملة كده أهو، لكن دول لا، الأربعة قد بعض، فده اللي بيخليني ما قلتش عليهم كورتت. طيب ركز بقى معايا تاني، مركز دول فين؟ هنا، ومركز دي كمان الاثنين دول ركز، هي عبارة عن بيكتين واتقسم، ادي واحدة وادي التانية، لما تتوهش مني دول لو بصيت لهم يعني كده، انت بس عشان اول مرة تشوفهم تبقى متلخبط، دي كانت بيك واحدة اصلا، ودي كمان كانت بيك واحدة، فكانوا دبلت، يبقى كانوا بيك دبلت وبيك دبلت، ولكن بعد كده اتقسمت كل واحدة منهم لدبلت، فدي جي كابلنج، ده قد ده، ولكن الجي كابلنج المداري التاني عايز واحد معلم عشان يجيبه. اقول لك تجيبه ازاي، هات السنتر بتاع اول اتنين دول مع بعض، والسنتر بتاع دول كمان المسافة اللي في النص ما بينهم، يعني هات المسافة دي زائد دي واقسمها على اتنين، هتجيب لك المسافة اللي في النص، المسافة ما بين ده وده هو ده الجي كابلنج الفعلي، ولذلك بيقول لك ايه، ادي عندك جي واحد ب 14 وجي 2 اللي هي الصغير ب 10، دايما الدبلت اوف دبلت هيبقى لها 2 جي فاليو، لكن لو البيك بالمالتيبلست اللي انت عارفها العاديه اللي هي مثلا سنجلت مش عارف مين دبلت تريبلت كورتت كوينتت، طبعا السنجلت ما بقاش مالتيبلستي، لكن بنتكلم لو البيكات اللي انت عارفها بيبقى لها قيمه واحده للجي فاليو، للجي فاليو او الجي كابلنج او اسمه السبين سبين كابلنج، هنفهم يعني ايه بقى الجي فاليو. بيقول لي بص احيانا، طبعا دي بيكا انا جايبها لك من شيت عملي، تمام، بص البيك شكلها ايه بقى، دي ايه ده، ايه المنظر ده، اوعى حد يقول لي كورتت، اوعى دي لا كورتت ولا دبلت اوف دبلت ولا اي حاجه خالص، دي بيك مبهمه غير معروفه المعالم، فوانا مغمض بكتب عليها ام مالتيبلت وخلاص وانا مغمض، يبقى كده بريح نفسي. طيب اجيب لها الكيميكال شيفت ازاي؟ لو الثانيه انت بتعرف تجيب السنتر بتاعها، دي مش هتعرف تجيب سنتر، دي هتاخد لها رينج، هتقول دي مثلا بتمتص من عند المنطقه دي عند المنطقه دي، فخلاص بتكتب الرينج بتاعها من كام لكام. طيب دي بكام هيدروجين؟ شايف علامه الانتجريشن؟ اجيب لك برضو دي عشان تركز معايا في علامه الانتجريشن. علامه الانتجريشن زي ما انت شايف واخده لي المنطقه دي كلها بتمثل 3 هيدروجين، الهيدروجين دي ايه؟ اروماتيك، شايف الكيميكال شيفت فين؟ اهو من عند 3.34 من عند 7.26 ل 7.34، فدي برضو بتاكد لي ان هو اروماتيك بروتون و3 اتش، تمام، دي مالتيبلت، تمام. طيب تعال بقى نشوف الجي كابلنج وايه الحاجات اللي بتاثر على قيمه الجي فاليو. قلت لك بتحسب الجي فاليو ازاي، تعال نرجع تاني ناكد عليك على الحته دي مره تانيه، الجي فاليو بيتحسب ازاي، بتاخد اي خطين عايز تحسب ما بينهم جي فاليو بس يبقوا في نفس البيك، بتاخد اللي هو الكيميكال شيفت بتاع الخط الاول ناقص الكيميكال شيفت بتاع الخط الثاني وتضربه في قوه الجهاز بالميجا هرتز، يعني مثلا الجهاز 500 فبتطرح الارقام من بعض فبتديك دول كده رقم صغير بتضربه في 500 بيطلع الجي فاليو ما بين 2 مثلا لحد ال 15 او حاجه، بس هو غالبا بيبقى دايما تحت ال 10 يعني. دي فكره حساب الجي كابلنج. طب امتى الجي كابلنج يكون قوي؟ بص الفكره كلها في الجي كابلنج ان انت لو بتقيس الهيدروجين دي وظهر لها بيك، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان والمجال المغناطيسي الخارجي بيأثر عليها، دي كمان مش سايباها في حالها بتأثر عليها، تمام، الهيدروجين المجاور اليها، وقلنا ان الهيدروجين النيبرنج هيدروجين بتشتغل كبار ماجنت بيأثر لي على الهيدروجين اللي انا بقيسها وبيخلي البيك بتاعتها بدل ما تبقى 1 بيك بتبقى سبليتد لبيكات صغيره. حلو قوي الكلام ده. طيب بعد السبليتنج عن بعضه بيأكد لي على قوة التأثير بتاع دي على دي. طيب الحاجة التانية دي كمان بدورها هتأثر هي كمان على الهيدروجين دي، ولذلك تأثير الجي كابلنج أو السبين سبين كابلنج بيكون تأثير متبادل، زي ما أنت بتأثر عليا هأثر عليك بنفس المقدار وفي اتجاه معاكس، تمام؟ ولذلك أنا لو لقيت اتنين بيك حتى لو بعاد عن بعض والكيميكال شيفت بتاعهم مختلف بس ليهم نفس الجي فاليو، لو ليهم نفس الجي فاليو الجي واحد بتساوي الجي بتاعت البيك اتنين وانا مغمض واعتمادا كمان على حاجات المالتيبلستي والكلام ده كله، هقول ان الاثنين هيدروجين دول
علاقتهم ان هم قريبين من بعض او في كابلينج ما بينهم، ده ناتج من تاثير دول على بعض، تاثير متبادل. طيب تعال بقى نشوف ايه الحاجات اللي بتاثر على الجي كابلينج. رقم واحد لو عندي كونجوجيشن، بيقول لي لو كان عندك باي بوند او كونجوجيتد سيستم فبيكون قيمه الجي كابلينج عاليه. فمثلا انت لو عندك الكين وعلاقه الهيدروجين اللي بيأثروا على بعض دول ترانس، فبيكون قيمه الجي كابلينج من 11 ل 18 هرتز. طيب لو كانوا هما الاثنين سيس لبعض فبيكون ان جي كابلينج بيكون من 6 ل 15. تمام، عايزك بعد ما تتفرج على الفيديو ده ادخل دور على الان ام ار بتاع السيناميك اسيد، دور على الان ام ار بتاع السيناميك اسيد. تمام، السيناميك ده دور على الان ام ار بتاعته، هتلاقي فيه ان هو اسيد وفيه اروماتيك رينج، ولكن في منطقه واضحه جدا لان هو منه اثنين ايزومر، منه السيناميك اللي هو السيس والترانس. هتلاقي ان الترانس سيناميك اسيد بيدي جي كابلينج عند كام؟ عند 16، ودي قيمه معترف بيها ان انت لو عملت ان ام ار للسيناميك اسيد ولقيته مدي لك جي كابلينج 16، ده بياكد لك 100% ان هو مين؟ ان هو الترانس ايزومر. السيس بيبقى في ارقام اقل من 16. تمام، طيب لو كانوا الاثنين هيدروجين بيأثروا على بعض وهم ايا مكان العامل اللي خلاهم هم الاثنين مختلفين، فتاثيرهم بيكون ضعيف. تمام، بيكون ساعات بيكون صفر مش واضح، او يكون 5 يعني من 0 ل 5. طيب في الاروماتيك رينج بيقول لي ان الجي كابلنج، طبعا قلنا الكونجوجيشن بيخلي الجي كابلنج قوي. الحاجه الثانيه البعد، كل ما المسافه بعدت فتاثير الهيدروجين على بعض او الماجنتيزم او المغناطيسيه بتقل مع المسافه، فتاثير الاثنين بيقل مع المسافه. فمثلا هما الاثنين قرصوا لبعض فبيكون قيمه الجي فاليو بتكون من 6 ل 10. طيب لو هما متل بعض من 0 ل 4. طيب لو هما كانوا بارا فبيكونوا من 0 ل 2. تاثير اللي هو مين؟ الجي كابلنج. قيمه الجي كابلنج بتتراوح من كام لكام؟ بيقول لي في الالكان، بص بقى في الالكان انا لو عندي اثنين هيدروجين جنب بعض فبيسموهم ايه؟ فيسينال. تمام، الفيسينال دول ايه علاقتهم لبعض؟ ان هم علاقتهم واحد اثنين لبعض او ما بينهم كام بوند. حلوه برضو الحته دي، نركز عليها. ليه احنا ممكن نسمي الجي بدل ما اقعد اقول لك هم علاقتهم ببعض ايه، اقول لك الجي دي كام بوند. الجي دي من خلال واحد اثنين ثلاثة بوند، فبيسموها جي ويديها اس كده صغير جي 3. الجي 3 ان هم ايه؟ على اثنين كربون جنب بعض. الجي 3 مشهوره قوي، بتكون تتراوح ما بين 6 ل 8، دي من اكتر انواع الجي كابلنج اللي هتشوفها في الان ام ار. طيب بيقول لي لو عندك حلقه فبتلاقي واحده اكزيال مثلا الهيدروجين وواحده بتكون اكواتوريال، فبتلاقي ما بينهم جي كابلنج، وعشان هم على مسافه قريبه جدا من بعض، وزي ما قلنا الجي كابلنج كل ما المسافه قربت بيكون قيمه الجي كابلنج اقوى، فبلاقي ان هم دول بيسموهم على نفس الكربونه بيسموهم الجيمينال. تمام، بيكتب لك عليها جيم، دول كده ان هم متجمعين على نفس الهيدروجين على نفس الكربونه، وده يعني ان علاقه الجي كابلنج ممكن اسميها ايه بالارقام؟ جي كام دي؟ قلنا لو كانوا هم على كربونتين بنسميهم جي 3، لكن لو على كربونه واحده عد، ادي بوند ادي اثنين فبيسموها الجي 2. تمام، طيب حاجه ثانيه كده ركز معايا، لو بصينا على الاروماتيك علاقه الجي هنا كام؟ ادي بوند 2 3 4 5، ما يهمنيش دي دبل بوند ولا مش دبل، انا عد المسافات، يبقى 1 2 3 4 5، يبقى دي بقول عليها جي 5. اذا كل ما مسافه الجي او الرقم اللي فوق الجي ده كبر، قيمه الجي فاليو بتصغر. تمام، طبعا دي برده جي 2 او دي 1 2 3 4 دي جي 4، دول هم علاقتهم متى لبعض. طيب بيقول لي بص بقى الالدهيدك هيدروجين بتكون قيمه الجي فاليو بتاثر على الالفا هيدروجين بتكون من 2 ل 3 هرتز. تمام، تعالى كده ناكد على كام حته قلناهم دلوقتي احنا بنتكلم على الجي. رقم واحد قلت لك ان انا لو عندي مركب، لو حسبت الجي لاول بيك ولقيتها كمان الجي بتاعه البيكه الثانيه بيساووا بعض، يبقى هما الاثنين بيكس هما ايه؟ متجاورين. اكد لك على الفكره دي ازاي. بص يا باشا، لو عندك المركب ده عباره عن واحد وواحد واثنين تراي كلورو ايثان، دي هتظهر في بيك لوحدهم، الاثنين هيدروجين دول هيظهروا بيك ودي هتظهر في بيك، فيبقى الانتجريشن بنسبه 2 لواحد. طبعا دي عشان ماسكه في كلور واحده فهتبقى عند كيميكال شيفت شويه قليل، لكن دي عشان اثنين كلور فتاثيرهم من الالكترونيجاتيفيتي بتاعتهم متجمع بيكون عالي، فده بيخلي ان دي كيميكال شيفت بتاعها عالي. دي هتظهر كام ودي هتظهر كام؟ مالتيبلستي،
نراجع مع بعض الملتوليستي مرة تانية. اهو دول اتنين، فهيظهر المفروض خط واحد، ولكن عشان جنبهم واحدة هنا فتأثيرها هيخليها ايه؟ دبلت. يبقى دول بيظهروا دبلت. طيب دي واحدة ولكن جنبها اتنين جيرانها فهتظهر تريبلت. اهو بص بقى المفاجأة، بيقول لي ان انت لو حسبت المسافة دي، لو حسبت الجي بتاع البيكا دي، هتلاقي نفس الجي بتاع المسافة دي او دي. ده بيأكد لي، ده دليل قاطع على فكرة ان الجي فاليو انا ممكن استخدمها واطلع منها ايه بقى؟ structural information، ممكن ابني عليها بعض العلاقات وافهم منها علاقة الهيدروجين ببعض. ممكن افهم منها علاقة مين؟ الهيدروجين ببعض، مش بس من المالتيبلستي، لا ده كمان من قيمة الجي فاليو. طيب بتلاقي بقى الجي ساعات يقول لك ايه؟ الجي دي جي 2 جي 3 تمام؟ لو حد قال لك الكلمة دي قال لك جي 2 جي 3 جي 4 جي 5 فأنت تبقى فاهم. عايزك الحتة دي عشان بتشوفها كتير في الكتب اللي بتتكلم على NMR تمام؟ الحتة بتتكلم على الحتة دي بتقول لك ايه؟ إن هو الرقم اللي فوق ده بيوضح عدد الروابط اللي ما بين الهيدروجين اللي بيأثروا على بعض تمام؟ أما لو قلت لك مثلا مين؟ دايما يقول لك الجي 1 2 بتساوي الجي 2 1 أهي الجي اللي هي بتاعت دي، ما هي دول بيأثروا على دي وفي نفس الوقت دي بتأثر على الاثنين دول، فبالتالي الجي اللي من البوند دي لدول هي الجي من بتاعت الاتش دي على الاثنين دول، فيبقى اذا الجي من واحد لاثنين هي الجي من اثنين لواحد تمام. دي برضو تبقى في دماغك وانت بتقرا اي كتاب او اي شرح NMR. هسيب لك رابط الفيديو ده، رابط اللي هو في صندوق الوصف، اثنين او ثلاث رابط، هسيب لك ثلاث رابط باذن الله، يعني بي دي افات صغيره انت لسه برضو مش قوي بما يكفي تقرا، مرجع كبير اخر الشرح خالص باذن الله، المحاضره اللي بعد الجايه باذن الله هسيب لك مرجع كامل فيه اسئله واسئله محلوله وشرح كامل للNMR، بس انا هسيب لك المره دي ثلاث بي دي افات فيها شرح مبسط لفكره الجي كابلنج، وكمان اكد لك على المالتيبلستي، وكمان في واحد اسئله عايزك تحل اسئله كتيره جدا. تعالوا بقى كده نكمل ونبص على حاجة أخيرة في المالتيبلستي. بيقول لي لما جينا المركب زي ده اسمه داي فلورو ميثان، داي فلورو ميثان. طيب بيقول لي المركب ده لما جينا نعمل له NMR فتوقعنا إن الامتصاص بتاعه هيظهر ماشي عند كيميكال شيفت عالي مثلا في حدود 7 أو لحد يعني مثلا 8، هذه الكيميكال شيفت بتاعه بنتوقعه يعني كده. طيب ولكن المفروض يظهر 1 بيك لأن الهيدروجين دي زي دي فبيظهروا زي بعض وما لهمش علاقه ببعض، فيعني مش هيعملوا سبليتنج لبعض، ده هم نفس الهيدروجين على نفس الكربون. طيب بيقول لي اللي وجدوه عمليا وجدوا ان دول بيحصل لهم سبليتنج لبيكا تريبلت، لا تريبلت تريبلت، كان لازم افسر الموضوع ده ازاي حصل سبليتنج. بيقول لي ركز، بتعمل ذرة الفلور عمل الهيدروجين عندما اتكلم على المالتيبلستي، يبقى لو مركبك في فلور وانت مغمض هتعد الفلور وانت بتعمل المالتيبلستي، وانت بتعمل المالتيبلستي هتعد مين؟ هتعد الفلور معاك، فدول اتنين فلور ودول الاتنين بيظهروا كأنهم بيك واحدة ولكن جنبهم اتنين فبتظهر البيك تريبلت تمام؟ طيب الجي دي هيكون تحت تأثير مين؟ الفلورين. يا ريت الحته دي تبقى وضحت تمام، ان هو الكومباوند ده بيظهر بيك تريبلت، وان بيك بس تريبلت، لان لما بتبقى فيه فلور فالفلور بيكون لها عزم مغناطيسي، لان الفلور بتبقى 9 19 فردي فردي، فبيكون لها عزم مغناطيسي وده بيأثر على الهيدروجين دول، وده اللي بيخلي البيك بتبقى يحصل لها سبليتنج لتريبلت، لان بيكون الاي او العزم بتاع الهيدروجين بيساوي العزم بتاع الفلورين بيساوي نص، وده اللي بيخلي لها عزم مغناطيسي هي كمان وتاثر عليها تمام. طيب حاجه اخيره، لو انا بقيس شيت NMR انا مش كل مره هدور على عينه تكون سائل تمام، انا بقيس دايما في الليكويد فيز، عايز العينه في شكل سائل عشان تكون هوموجينس، بس يقول لي في مشكله بعض العينات بتكون مواد صلبه فانا لازم اعمل منها ايه؟ سوليوشن. بيقول لي السوليوشن لازم يكون بحاجه اسمها ديوتيريتد سولفنت. الديوتيريتد ده ايه؟ بيقول لي نظير الهيدروجين في البروتيوم اللي هو بروتون واحد واحد، وفي النظير الثاني المشهور اسمه ديوتيريوم، في التريتيوم ده صناعي مش موجود في الطبيعه. طيب بيقول لي الديوتيريوم ده
لو انا حضرت منه اي مركب عضوي ما بيمتصش في الان ام ار بتاعه البروتين، يعني ما بيظهرش في الاتش ان ام ار، تمام؟ ودي هي الميزه. يبقى انا لو استخدمت سولفنت فيه بدل الهيدروجين ديوتيريوم النظير ده هيبقى شفاف للان ام ار اللي انا بقيس عندها، وده هيخليني اقيس براحتي واستخدمه كسولفنت زي ما انا عايز. اهو ده جدول فيه قيم الحاجات اللي انا ممكن استخدمها كسولفنت، بس يبقى منها الديوتيريوم، يعني مثلا اسيتيك اسيد بس فيه نظير الديوتيريوم اسيتون، ويبقى كل الست هيدروجين ديوتيريوم او البنزين او الاسيتونيترايل كلوروفورم. الدمسو من اشهر الحاجات، دايميثايل سلفوكسايد ده بيكون برضو بيكتبوا جنبه دي 6. قلنا دي 6 دي معناها ايه هنا؟ ان هم الست هيدروجين فيهم ديوتيريوم، تمام؟ ولكن طبعا الديوتيريشن ما بيبقاش 100%، فاحيانا بيظهر لهم بيكات صغيره في الان ام ار، فلازم تبقى عارفها قبل ما تعمل الشيت بتاعك. بس طبعا في الشيتات النظري اللي انت بتحلها مش هتلاقي فيهم اي حاجه من دول، تمام؟ تعالوا بقى كده نشوف كم سؤال انا حطيتهم لكم. اول سؤال بيقول لي مين؟ اعمل لي دوائر حوالين الفاينايل هيدروجين. اي هيدروجين متصله بدبل بوند هعتبرها فاينايل الا لو كانت اروماتيك. يبقى دي ودي، دي مفيش، دي يبقى اي هيدروجين ماسك في بي 2 كربون بس ما تبقاش اروماتيك هتبقى فاينايل. طيب تمام جدا. حاجه ثانيه بيقول لي عايز مين؟ الاي او يو اندكس اوف اوكسجين اند اواي اندكس اوف انساتوريشن. فاكر انت اللي هي المعادله اللي اديتها لك بتاعه الانساتوريشن، وقلت لك ممكن تحسبها بالفهلوه. هحسبها لك دلوقتي. بعد مين؟ الباي بوند، ادي واحد ادي اثنين، انساتوريشن اثنين، لا ناسي الحلقه. يبقى الانساتوريشن هيطلع هنا بكام؟ بثلاثه. طيب هنا لو حبينا نحسب الانساتوريشن، الانساتوريشن هنا بكام؟ ادي حلقه البنزين قلنا بتاخد انساتوريشن بكام؟ باربعه، لان عندك واحد اثنين ثلاثه باي بوند والحلقه باربعه، ضيف عليهم كمان اثنين باي بوند بره، يبقى الانساتوريشن هنا بسته. تمام؟ كمان بيقول لي ايه؟ طب الاتش دي هتظهر شيلدد ولا دي شيلدد؟ اقول له لا دي بعيد عن حاله الاروماتيك، دي هتظهر في المنطقه الشيلدد للتريبل بوند، وده اللي هيخلي الامتصاص بتاعها برده عادي شبه الاستيلين العادي. تمام؟ طيب السؤال اللي احنا حاطينه المره اللي فاتت بنتكلم على فكره اللي هو ايه؟ عدد السيجنال. دول هيظهروا زي بعض، ركز في الموليكولار سيمتري، مركب الجنب اليمين زي الشمال، يعني الجنب ده زي ده. فدي ودي يظهروا في نفس المكان، ودي ودي في نفس المكان، ودي تظهر لوحدهم في منطقه الالفات. طيب المركب ده، المركب ده برضو نفس الجنب اليمين زي الشمال، فهتظهر بيك اثنين، تمام؟ طيب المركب ده لا ما فيهوش سيمتري، هتظهر بيك اثنين ثلاثة. طيب المركب ده لا الجنب اليمين زي الشمال، هتظهر الاتش لوحدها، وهتظهر ادي البيك دي، وطبعا دي شبهها فمش هتظهر، فهتظهر ايه؟ يعني دول هيظهر منهم واحدة، ولان الجنب ده زي ده هتظهر بيك اثنين. مرة ثانية عشان ما تتوهش مني، بحسبها ازاي؟ بقسم المركب نصين لو هو متماثل. طيب أي حتة فيها تماثل هحدها مرة واحدة بس، يبقى دي واحد ودي اثنين. طيب دي ما بتظهرش ليه؟ لاني برضو الحتة دي انا عديتها مرة قبل كده، فخلاص فهتظهر عندي بيك واحدة، يبقى هتظهر عندي بيك اثنين، اثنين بيك، والتالتة عشان ال NH. طيب المركب ده ادي دي واحد اثنين ثلاثة، هيظهر وان بيك، وبعد كده دي ما عليهاش هيدروجين ودي عليها هيدروجين ودي ودي، هيظهر لي كام بيك هنا؟ اربعة بيك. طيب تعال نشوف بقى المركب الثاني الديوكسان. دايوكسان ادي جنب وجنب، تعال نشوف بقى السيمتري بتاعت المركب، تماثل المركب بيكون ازاي؟ وسحبنا خط من فوق كده، الجنب ده زي ده. طب ركز بقى، حتى لو سحبنا خط كده المركب متماثل، يبقى اذا لو المركب متماثل بالطول وبالعرض هتعد منه مكان واحد بس والباقيين كلهم شبهه، فالمركب ده هيظهر وان بيك، يبقى هيظهر بيك واحده وان بيك. طيب لو بصينا هنا المركب ده هنا في اتش، فهتظهر بيك ودي بيك ودي ودي شبه بعض، هيظهروا بيك واحده، يبقى واحد اثنين ثلاثه. طيب لو ده واحد اثنين وهم الاثنين شبه بعض لان الجنبين شبه بعض، فيظهروا وان بيك. طيب ده هيظهر بيك والثلاثه دول شبه بعض، فده هيخليهم يظهروا هم الاثنين وان بيك، فيظهر لي عندي هنا تو بيكس، ان دول مع دي. كده وصلنا لنهايه محاضرتنا الرابعه. باذن الله المحاضره الجايه هنكمل حل اسئله، وهنضيف بس شويه حاجات بسيطه عن اللي هو الهيدروجين ان ام ار، وان شاء الله نشرح كمان الكربون 13 ان ام ار. اتمنى من الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله.